قانون العفو العام لعدة أسباب. أولها أنه لا يستحق من اشترك مع تنظيم داعش الإرهابي أو القاعدة وأخواتها أن يطلق صراحة، ليش هو اكو لأن هذا مو ارهابي؟ إيه إرهابي مو مستثنى من العفو؟ لا، هنا حقيقة كانت أكو لعبة سابقة في قانون العفو والتعديل الأول، أيضا التعديل الأول بالتحديد تم استثناء جميع الجرائم الإرهابية، وبالتالي تم إطلاق صراحة العديد من المحكومين نتيجة إرسال نسخة غير المصوت عليها من مجلس النواب لرئاسة الجمهورية ومن ثم النشر، فبالتالي تم تدارك هذا الأمر. أصبحت الجرائم الإرهابية التي لا يطلق سراح المحكوم فيها هي من جرائم الإرهاب طالما لم ينشأ عنها قتل أو عاهة جسيمة. يعني أنا أجي أخلي لك عبوة ببيتك، أو أضربك بكاتم ما تموت، أو أخلي صاروخ أو كذا أو غيرها من أو التفصيلات، أو هجرك سيارة أو تهجير، هذا كله أو يعني هجرك كله مشمول بقانون العفو. ها؟ أه؟ ما يحصل اليوم بمن يطالب بقانون العفو العام هو قانون عفو عن الإرهابيين، خلينا نكون واقعين، هو العفو العام هاي المادة بالمنهاج الوزاري تم فرض على رئيس الوزراء السيد السوداني نص انه عدل التعريف مال التنظيمات الإرهابية. شكوا واحد من ضم للتنظيمات الإرهابية داعش، طلع ما عندنا أي مشكلة. ليش هم دا يقترحون قانون العفو العام؟ للإرهابيين 11/6/2014 قبل داعش، فبقى تدري كم ألف ألفين من ذول العناصر القتالية الكتلة وعاثوا بالأرض فسادا، فيريدون يطلعهم مو لكل الإرهابيين اللي انتموا للتنظيمات الإرهابية سواء كان عن تدليس أو نتيجة حاجة مادية أو هاي، لا هي كم شخص يطلعوا. يعني أقرأ لك المقترح، التعديل الثاني لقانون العفو العام هو مشروع أرسل ب 23/8/2023، ويقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية هو هذا التعديل كل من عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية. يعني الإرهابيين يصيرون أخوتنا، جيراننا وحبايبنا، ونفطر بالسوق، وهاي وذا الضوجة عادت ريمل عادتها القديمة. ما هي الضمانات التي في حال قيام دول مشغولين بالعفو. الحكومة، نعم هذول حتى اللي قام بعمل إجرامي، ما هي الضمانات التي ستوفرها الحكومة للمواطن العراقي من أجل عدم تكرار انتماء هذا الإرهابي مرة ثانية لداعش أو غيرها من اوفر التنظيمات اوفر أشبال الخلافة دكتور وغيرها؟ مصدق، هذا ينطيني فد اشارة الى انه الارهاب صنيعة السياسة الداخلية. اي نعم، فبالتالي اليوم احنا نرفض تمرير قانون العفو العام باعتبار انه هو قانون العفو العام عن الارهابيين، خلوها بين قوسين، وليس عفو عام عن من يعني انت تعتقد تم انه اصلاحه او قضى مدة كثيرة في السجن وبالتالي استقام سلوكه داخل المؤسسة العقابية. لا، هو المقترح اللي تم فرضه على رئيس الوزراء هو عفن على الارهابيين، ورئيس الوزراء وافق، وافقوا دز المشروع وكتلة القانون رئيس الوزراء وافقت عادي، جزء من الاتفاق السياسي، وائتلاف إدارة الدولة مجتمع على هذه النقطة وصوت وقال نعم. بالنسبة للمشروع مجلس وزراء صوت، بس بالنسبة للزعامات السياسية الشيعية إيه؟ لم تعطي الضوء الأخضر لغاية يومنا هذا. لكن قبل التشكيل الحكومة أيه؟ كان أحدى شرط يعني القوى شلون السياسية السنية نتصافح في يد إيه؟ ونتخارف في الثانية، فبالتالي ألف اليوم قلبه ولا غلبه. أي فأنت اليوم المطالبات حقيقة إذا الزعامات الشيعية سواء بالإطار أو خارج الإطار إذا ذهبوا باتجاه قانون العفو العام عن الإرهابيين، خلي يطلقون سراح من قاوموا الأمريكان أيضا. هذول ليش ما يطلقون من سراح؟ 2003 لحد الآن، لأن ذولا ليش ما أيضا يطلقون سراح؟ ذولا إطلاق سراحهم أولى من الإرهابيين من انتمى لداعش وغيره. دكتور مصدق، هؤلاء لماذا لا يشملون في أي عفو؟ يعني يقال فيتو أمريكي، يقال فيتو أمريكي، يعني مو هم عندهم مع مقاومة الاحتلال جرائم جنائية، يعني ممكن تترتب الجرائم. لا لا، يعني مثل ما ذكر ضيفك الكريم، كان في فترة من الفترات المخبر السري عاث في الأرض فسادا في العراق، والله صح. فبالتالي اليوم مسألة أنه احنا بالنسبة للي ضربوا الأمريكان أو قاوموا الأمريكان حقيقة ستجد سيلا من الدعاوى ضده. أي قضية بها نقص متهمين خلوا اسمه روح، فتلقى عند 10 20 30 40، طبيعي جدا، لأن هي مجرد أنه أوراق ويجون شهادات أمريكية
ويصعد محكمة لأن القاضي ملزم أن مو احنا نوبات يجينا التبرير دكتور مصدق حتى نكون واضحين على التوضيح لهذه النقطة بالذات. نعم. حتى انتقل للدكتور طلال واسمع منه تعليق على هاي الظلايم اللي انت نسمعها. هناك من يقول بأنه من قاوم الاحتلال ومعتقل من 2004 هو ليس فقط عنوانه مقاوم للاحتلال، بل ان لديه جرائم جنائية مثل القتل على الهوية، مثل التهجير، مثل ما كل اللي صار ب 2006 و 2007 و 2008 و 2013 و 14 وما تلا. خلينا نكون واقعين، احنا اذا نجيب التصنيف القانوني الدقيق اي شخص يضرب شخص ثاني جريمة، بس احنا لظروف مرينا بها اللي فقط اللي قاوم الاحتلال ما عنده مشكلة اني اشمله بقانون عفو عام طالما لم يسفك دم اي عراقي. بس بالنسبة اللي عدى جرائم جنائية او اللي اشترك، هؤلاء هو هذا سؤالي، هؤلاء من لم يطلق سراحهم من 2004 عندهم جرائم جنائية هذا ام لفقت لهم حقيقة؟ لا باع. احنا التلفيق صدر قانون عفو عام بال 2016 واجا ايضا تعديل اول اله، فغالبية من يدعي وجود تلفيق او اتهامات كيدية او مخبر سري يعني نعتقد ان السجون قد بيضت من هؤلاء ولم يبقى الا النزر اليسير. ما اقدر اقول لك انه كل المظلومين يعني الى الان معتقلين من الاخوة بالتيار الصدري معتقلين الى الان يعني ما اقدر اقول لك كل المظلومين طلعوا، لكن الحكومة العراقية اذا مررت قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام عن الارهابيين يفترض ان تشمل من قاوم الاحتلال الامريكي. طيب.